السلام عليكم. المحاضرة الثانية لكتشر 2 من الباراسايت. هيا هما تعتبر introduction نفس الأولى. يلا نبدي بيها. Other terminology يعني مصطلحات أخرى راح ناخذ. Infective stage it is stage when infective stage هي stage when a parasite can invade human body and continue to live there. يعني باراسايت تقدر أنه تهاجم لك جسم الإنسان الهيومان and continue to live there وتستمر بالعيش أو الحياة فيه. The infective stage of entomobia historical is the sixth stage. إذن the infective stage مال entomobia historical هذا نوع من أداة يعني entomobia historical is the sixth stage. Sixth stage يعني شان sixth stage هي مرحلة استقرار. هسه ناخذها للسيست تمام. فالمهم تعرف انه هي الانفكتيف ستيج هي انه الباراسايت انفيد هيومان يهاجم لك هيومان بادي ويستمر بالعيش فيه تمام. فالانفكتيف ستيج اوف انتاموبيا هيستوريتيكا از ذا سيست ستيج. عندك انفكتيف روت شنو هي؟ اخذنا الستيج انفكتيف ستيج عن المرحله اللي يعيش بيها تمام. اما انفكتيف روت شنو هو انفكتيف روت؟ يعني المكان اللي انت انصابيت من عنده. فإز ذا specific entrance through which the parasite invades the human body. يعني مكان entrance يدخل من عنده الباراسايت تمام يهاجم لك من عنده الهيومان. فالروت يعني مثلا هسه خلينا نقول مشيت حافي على مكان ب يعني ملوث تربة ملوثة بها باراسايت. هذه الباراسايت دخلت عن طريق السكن من رجلك ودخلت الجسم تمام سوت لك انفكشن. فمن هو الانفكتيف روت؟ اقول الفوت القدم لان هي دخلت عن طريق الفوت. الروت يعني المكان اللي انتقلت من عنده تمام دخلت من عنده. ف هوكورمز ديدان انفيد هيومان بادي باي سكن يعني تهاجم لك الهيومان بادي عن طريق السكن. مان جيتس انفكشنز وذ اموبيسز باي ماوث يعني هما تين عندك infection الأمابيسز تنتقل عن طريق الماوث تمام. فشنو هو الروت مال infection؟ الماوث. هنا الأمابيسز الروت مال infection هو الماوث. فهسه عندك infective mode. هسه أخذنا ال infective stage اللي هي مرحلة اللي صار فيها infection شو صارت تمام. والinfective root هو شو منين إجا منين دخل عن طريق الماوث لو skin لو شنو. Infective mode هو الطرق اللي صار بها infective means how the parasites invades human body. هذا يعني انه شلون هذه الباراسايت هاجمت لك الجسم طريقة شلون. Such as the circaria or the blood or the blood flock. Then circaria مال blood flock actively penetrate the skin راح تخترق لك the skin of a swimming bone and the infective ascaria eggs are swallowed by man. باعوني مثلا بعض الأشخاص يسبحون بمسبح. هذا المسبح يكون يعني كبير وهاي فيكون أكيد بباراسايت وهاي فيليات. فممكن هذا الباراسايت ممكن إنه يبتلعها تمام ويسبب لك إنفكشن. فهو هذا الطريقة إنفكتيف مود يعني الطريقة اللي صارت شلون إنه بلعتها مثلا تمام. فمينس هاو ذا باراسايت انفيدز هيومان شلون هذه الباراسايت هاجمت لك الهيومان. تقول له يابا انا كنت اسبح وهاجمتني بهاي الطريقه. فسيركاريا اوف ذا بلاد فلوك اكتيفيتي بينتري ذا سكن او اخترقت لك الجلد. اوف ا سويمينج مان اند ذا انفكتيف اسكاريا ايج ار سوالويد باي مان. عندك التروفوزوت تروفوزوت. التروفوزوت از ا ليفينج ستيج هذه مرحله حيه من البروتوزوا. البروتوزوا بها مرحله حيه يصلحوا لها تروفوزوت. وين ذي كان موف لما تقدر تتحرك. هذه البروتوزوا تقدر تتحرك وتيك فود وتاخذ طعامها وريبرودكت تقدر تتحرك وتاكل وتتكاثر. شو يصلحوا لها؟ تروفوزوت. لما التروفوزوا تقدر تاكل وتتحرك وتاكل تاكل تتكاثر يصحوا لها تروفوزوت تمام. لان هاي اسمها living stage مرحلة حية. it is usually the pathogenic stage مو انه يتكاثر وتاكل وتتكاثر وتتحرك. فهذه يصحوا لها pathogenic stage يعني مرحلة مرضية. اذا المرحلة المرضية من البروتوزوا هي يصحوا لها تروفوزوت. السيست شنو هو؟
cyst is the resting, هذا عكس التروفوزوت. السيست هو resting stage of protozoa with a protective wall. السيست هو resting stage من البروتوزوا، يعني مرحلة يكون بها resting. البروتوزوا راح توقف، لا تكاثر، لا تتحرك، لا كل شيء يصير بيها. ف with protective wall يعني راح يصير بها resting داخل شنو؟ داخل جدار يحميها، protective wall. It is usually the infective stage، هذا عادة يصبح لها infective stage. It functions are protection، وظيفته هو protection يعني تحميك transmission and multiplication. It is functions، وظائفه شنو هي؟ protection حماية، transmission تحمي، وtransmission يعني تنقل، وmultiplication تتكاثر. يعني شنو؟ انه هي ما راح يصير بها تكاثر وها يعني resting، فممكن سبب لك تحميل حماية أو ترانسميشن تنتقل، إنه تصير بجسم الهوست مجرد سيست ما يتكاثر، وهاي مجرد ينقلها من مكان إلى هوست آخر. زين، عندك ال excitation transmission cyst to protozoo. excitation يعني يحفز، إثارة، فأنا أثيرها شلون؟ يعني أحولها من السيست إلى تروفوزوت، فهو transmission cyst to تروفوزوت. أما الانسيستيشن، انسيستيشن يعني شنو؟ يحولها إلى سيست، فترانسميشن تروفوزوت تو شنو؟ تو سيست. هذا الانسيستيشن يحولها الى سيست. اما اكزايتيشن يثيرها، يثير هاي السيست يحولها الى تروفوزوت حتى تصير نشطه، لان عرفنا ان تروفوزوت هي نشطه. تمام. زين، عندك ترانسميشن اوف باراسايتس، نقل الباراسايتس. هسه شلون راح تنتقل الباراسايتس؟ فاكتور ريكوايرد، عندك عوامل حتى تنقل بيها الباراسايتس. 3 key links by parasite disease transmission، عندك ثلاث مفاتيح ترتبط لك بانتقال هذه الباراسايت، الباراسايت ديزيز، انتقال هذه الامراض. اول واحد سورك اوف انفكشن، مصدر الانفكشن اللي هي infected person، carries animals، ممكن يكون شخص هو اصلا بالتهاب وعداك، او ممكن يكون carries مثلا. فها احنا قلنا الكاريز انه هي مجرد انسان يحمل هذا الباراسايت بس ما تظهر عليه اعراض، مجرد يحمله. قلنا انه مثل الام انه مجرد هي حامل هذا الباراسايت بس ما يصير عليها اعراض، مجرد انه تنقل لك اياه للبيبي اللي بطنها. ممكن انها مات الانيمالز، قلنا عليها هذه اكسيدنتال، اي ثينك يمكن اكسيدنتال المحاضره الاولى قلنا عليها، انه الانيمال مثل الدوغ يشيل لك او فد حيوان او فد باراسايت بيه. هذا الباراسايت يكون مفيد للانوال، بس اذا تحول او صار تماس ويا الهيومان وانتقل الهيومان راح يسبب لك انفكشن. هذا سورك اوف انفكشن، ممكن يكون انفكتد بيرسون او كاريز او انيمالز. اما المود اوف ترانسميشن هماتين، هذه العوامل اللي متطلبه. تمام، فاكتورز ريكوايرمنت. فثاني واحد هو مود اوف ترانسميشن اللي هو طريقه الانتقال، شلون انتقلت يا ترى. وثالث شيء susceptible people اللي هو الناس اللي susceptible اللي هم عندهم مناعة ضعيفة، مثلا ما يتغذون تغذية زينة، يعني مدللين، ما يتعرضون لأي أعداء من بالغرفة، أهلهم دليلهم، ذول الأطفال شايفين منه يخافون عليهم من كل شيء، لا ينجرح لا هاي، فما تصير عنده مناعة، ما يتعرض للتلوث. تمام. وأكل والله يعني دائما نشوفه يلعب و كل شيء يحطه بحلقة وهاي، فتصير عدا مناعة. تمام. أو ممكن أكون مثلا من عندهم يأكلون وهاي صحيين وهاي، فدول يكون عندهم صحة ومناعة، وأكون من عندهم لا والله كل شيء ما يأكل. زين، عندك سورك أوف إكسبوزر تو باراسايتك إنفكشن. هسا أول واحد راح ناخذ اللي هو سورك أوف إكسبوزر تو باراسايتك إنفكشنز، اللي هو شلون صار باراسايت إنفكشن. تمام. سورك مالتها المصدر، عندك اول شيء contaminated soil، انه soil اللي هي التربه تكون متلوثه، soil polluted with human excreted. باش صارت 9 دقائق. اذا soil polluted with human، انه عندك اول شيء contaminated soil و contaminated water اللي هو تربه تكون ممكن بها باراسايت، او الواتر بباراسايت، او راو of or insignificantly cooked meat، لحم يكون ما مطبوخ زين، او يكون ني مال البورك والبيت والفيش مال يعني الخنزير البقر الاسماك. زين، contaminated soil، soil polluted with human excreta
is commonly responsible for exposure to infection with infection ويا من ويا جيو هالمنتس، انه يصير بي جيو هالمنتس تمام. نوع من انواع هذه جيو هالمنتس تمام. contaminated water اللي هي viable cyst of amoeba، سيست اكياس من الاموبيا وفلاجيلايتس. وفلاجيلايتس هذا شنو؟ هاي بالوتر تصير. raw or insignificantly cooked meat or book of book bark beef و fish example عليها تريكينال سبيراليس وتينيا سبيسز وديلاتوم. ثلاث اشياء اللي هي تريكينالا سبيراليس وتينيا سبيسز وديلاتوم هذه باللحم اللي ما تطبخ زين. بلاد سوكينج ارثروبوتس مفصليات الارجل اللي يمتصن الدم. الملاريا انوفيلايز ماسكوتو هم ماسكوتو اللي هي البعوض اللي ينقل لك الملاريا. ليشمانيا سيند فايلز وفايلز تربانو سوما وتست فلاي هذين كلهن اعتبرن بلاد سوكينج اثروبوتس. ايش قد صار 11 دقيقه زين. مود اوف ترانسميشن هسه راح ناخذ هسه شنو هذني مثلا احفظ هنا القوت اللي هي سورك اوف اكسبوزر اوف باراسايت انفكشن كونتامينيتد سويل كونتامينيتد ووتر راو اور انسيفيكنتلي كوكيد ميت اوف بورك بيف فيش وبلاد سوكينج اثروبوتس. جرب هني رؤوس اقلام زين. عندنا ميد اوف ترانسميشن الميد مود مميت. ثاني شيء عندنا مود اوف ترانسميشن ذاك طريقتين ترانسميشن الانتقال ممكن يكون دايركت او اندايركت. اول واحده دايركت مود اوف ترانسميشن نفس هالدايركت راح يقسموها قسمين اللي هو هوريزونتال دايركت مود اوف ترانسميشن. هوريزونتال ترانسميشن از ماينلي افكتد ثرو فيكا اورال روت ممكن عن طريق الاورال اللي هو ماس انتستينال باراسايتس ترانسميتد ان ذس او يعني معظم هذه الباراسايت اللي يكون بالانتستين تنتقل عن طريق شنو؟ عن طريق الاورال روت. عندنا سيكسوال انتركورس اللي هو سيكسوال انتركورس وبلاد ترانسفيوجن انتقال يعني نقل الدم مثلا نقلت دم هذا بفد باراسايتس معينه ملاريا او غيرها الى انسان سليم ثانيه فاكيد راح تصير بتنتقل هذا الباراسايت. عندنا دايركت سكن بيتريشن يعني مباشره راح شو اسمه دايركت سكن بيتريشن يعني راح تحترق لك السكن. هذا اسمها هوريزونتال دايركت مود اوف ترانسميشن اللي هي اورال روت سيكسوال انتركورس وبلاد ترانسفيوجن نقل الدم ودايركت سكن بيتريشن. عندك ثاني شيء هي من الدايركت فيرتيكال دايركت مود اور ترانسميشن. ترانسميشن اوف ذا باراسايتس از فروم ذا مادر تو تشايلد ثرو هذا انتقل الباراسايتس من الام للتشايلد مالتها للطفل. كونجنتال وترانس بلاسنتال كونجنتال اللي هو كونجنتال ما اتذكر يعني الترجمه مالته وترانس بلاسنتال عن طريق البلاسنتا. الترانس ماماري بريست ميلك عن طريق ال شو اسمه اول شيء كونجنتال عن طريق البلاسنتا. ثاني شيء ترانس ماماري يعني عن طريق الماماري جلاند فعن طريق البريست ميلك يعني عن طريق الحليب اللي تعطيه الام لطفلها فراح يسبب هذا ينتقل البراسات. هو هذا الفيرتيكال يعني بس من الام للتشايلد مالتها وهذا يعتبر فيرتيكال. الباقي شنو يعتبرونه هوريزونتال دايركت. عندنا الاندايركت مود اوف ترانسميشن اف ذا باراسايتس هاز كومبلكس لايف سايكل اذا الا يعني لايف سايكل تكون معقده تمام. ريكوايرز بايولوجيكال فيكتورز اند اور وان اور مور انترميديت هوست يعني اذا يعتبر اندايركت اذا احتاج الى انترميديت يعني اذا يطلب لك فيكتورز نواقل او البيولوجيكال فيكتورز نعرف انه هو الباراسايت راح يصير بديفلوبمنت داخل الفيكتورز فاذا هو طلب لك بيولوجيكال فيكتورز او طلب من واحد او اكثر من انترميديت هوست هذا راح يسمى انتر انديركت مود اوف ترانسميشن. زين هسه الروت اوف ترانسميشن الروت ممكن يكون باي انجستينج انفكتيف ستيج اوف باراسايت اللي هو food, water, hands, contaminated with faces, penetration of skin.
ثاني نقطة هو بتريشن، إنه يخترق لك السكن وين وين in contact with faecally faecally polluted soil example عليه S. ستيروكوراليس S. ستيروكوراليس hawkworms ديدان water containing infective stage of the parasite circaria of schistosome species. إذا عندنا الروت أول وحدة by ingesting infective stage روت مال transmission جذور اللي ينتقل من عندها الباراسايتس. زين الجذور اللي ينتقل من عندها الروت اللي ينتقل منها الباراسايت by ingesting infective stage of parasites اللي هو food water or hands contaminated with feces اللي هي الهاند اللي تكون ملوثة تمام. يعني راح تنقلها لنفسك انت بايديك. و penetration of skin when is contact when in contact with the faecal polluted soil انه التربة تكون ملوثة. التربة تكون ملوثة مثل ايش؟ مثل الاستيروكوراليس hawkworms الديدان اللي بالوتر containing infective stage of the parasite circaria of schistosome species. مهم. ثالث شغلة هي ثرو انسكت عن طريق انه عضة، يعني فتح حشرة عضك راح ينتقل عنها الباراسايت. ففيلاريال وورمز تريبانوسوم اس بي بلازموديوم اس بي اي تي سي اندكسس وول كونتاكت كونتاكت يعني عن طريق التواصل الجنسي مثل ايش؟ مثل تريكو ترايكومونيس فاجينالس ترايكومونيس فاجينالس عن طريق سكسوال كونتاكت. اما عن طريق ترانس ماماري اللي هو اس ستيروكوراليس تنتقل عن طريق الماماري جلاند يعني من الام للطفل. انهاليشن انهاليشن اوف كونتامينيتد اير يعني عن طريق الاستنشاق اللي يعني تكون محتويه بالاير بالهواء هواء باراسايت صايرة بالهواء استنشقها اسويها انهاليشن مثل مثل اي فيرميكولاريس اي فيرميكولاريس ترانس بلاسنتال عن طريق البلاسنتا تي جونداي تي جونداي تنتقل عن طريق البلاسنتا وكيشنج عن طريق تي تيناكس كيشنج اللي هو تقبيل فينتقل عن طريق التيناكس. جنرال لايف سايكل اوف باراسايتس هسه راح ناخذ جنرال لايف سايكل ماي باراسايتس تمام. سمبل اور دايركت لايف سايكل ما ادري هيبدا يعيدون بيها كل ساعه. ف السمبل دايركت فسمبل اور دايركت لايف سايكل مونوكسيناز تكون هاي مونو قلنا عليها مونوكسيناز يعني راح تنتقل لك بس تحتوي لك على وان هوست مونو وان وان هوست. فاللايف سايكل مال باراسايتس ممكن تتطلب لك وان هوست وممكن اكثر. اول شيء سمبل اور دايركت لايف سايكل هاي ما تحتاج شيء مباشره اللايف سايكل مالها تحتاج مونوكسيناز على واحد تعيش اونلي وان هوست از ريكوايرد تو كومبليت اتس سايكل حق تكمل السايكل مالتها اللي هي من ايج الى لارفال الى شنو الى ادلت باراسايتس فتضمن لك بس وان هوست. The parasites often spend most of its life usually as an adult and where it's reproductive يعني مرحلة الأدولت مالتها والريبرودكتيف الدكاترة كلها تقضيها وين؟ بنفس الهوست. Transmitted from one host to another through the air وممكن تنتقل لك همة من شخص إلى آخر عن طريق الأير. تقول لي يعني شنو انتقلت عن طريق هذه؟ مو هذه indirect انتقلت من واحد الثاني سيما انتقلت عن طريق أير عن طريق الهواء تمام. فتعتبر one host transmitted from one host to another through the air by a vomit or in contaminated food or water عن طريق ما تقدر تنتقل عن طريق الفوميت contaminated food يعني تكون محتوية هذه البراسات تكون بالفود أو بالوتر. اما الاندايركت هيتروكسيناس لايف سايكل هذه تتضمن لك لازم بيها اثنين او اكثر من الهوست يعني لازم بيها انترميديت تمام. من طلب لك اكثر من اثنين هوست او اكثر يعني لازم بيها انترميديت فيكتور اللي هو الناقل اور انترميديت هوست يعني تتضمن لك لازم لو بيها فيكتور لو انترميديت هوست تو ريبرودكتيف جرو يعني حتى شنو ريبرودكتور جرو يعني حتى تنمو
فلازم بيها intermediate or vector، تمام؟ ذلك يسموه indirect or heterogeneous life cycle. Frequently this may involve passing through a number of development stage. إذن this may involve تضمن لك number عدد من development stage من المراحل التطورية. عندك why study life cycles؟ إحنا ليش ندرس life cycle؟ ها؟ أول شيء ندرس life cycle مالتها to control حتى أسيطر وعالج treatment epidemiology اللي هي الوبائية مالتها، أدرس الوبائية مالتها وفاندا mental research حتى يعني أبحث عنها وهذه الفيروسات، تمام؟ حتى أعالج المريض اللي يصير بها وأشوف الوبائية مالتها، أسيطر عليها أو أسوي مناعة ضدها، أعطيه لقاح معين. زين host factors عوامل اللي تسبب إنه أنا مثلاً host أنا مضيف، شون شنو عوامل اللي تسبب إنه أنا يصير بي طفيليات، تمام؟ أول شيء هذه العوامل، أول شيء genetic factors ممكن يكون جينية، genetic factors black population wallack دافي antigen resistant P vivax then black population سكان اللي يكونون سمر، تمام؟ هذولا يفتقرون إلى دافي أنتيجين، يفتقرون إلى أنتيجين يصلح له دافي اللي هو resistant P vivax، دافي أنتيجين resistant P vivax. فهي هاي genetic factors عوامل جينية، لأن هما black population يعتبرون فافتقدوا هذا الأنتيجين، لذلك هذا ممكن يسبب إن هما يكونون معرضين لهذا الباراسايت. الأيج هماتين يعتبر إنه العمر مالتهم هماتين كعوامل هاي. السكس مالتها التيباجينالس مثلش مثل التيباجينالس هاي تصيب الفيميل، تمام؟ level of immunity natural and acquired immunity. level of immunity على مستوى المناعة مالتها، أكو من عندهم مناعتهم طبيعية أكو من عندهم لا مناعة مكتسبيها من لقاح معين، مكتسبيها من يعني مناعة مكتسبة مثل الناتشرال تكون مناعة طبيعية. النيوتريشن مال نيوتريشن اور اندر نيوتريشن، يعني بعض الناس اللي يعني تغذيتهم تكون مو زينة، يعني ما ياكلون اكل زين او هو اشتطي يقول لك ما اشتي ما احب هاي الاكلة ما احب هاي، فهو هاي تكون تغذيتهم مو زينة، اكيد يكون معرضين اكثر لهذه الطفيليات. intensity and frequency of infections. intensity الشدة مالتها، frequency مال infections مال الالتهاب. presence of co-exciting disease يعني ممكن تكون به هو أصلاً disease، هاي disease تخليه إنه يصير بعد أكثر عرضة إنه يتعرض لهذه الطفيليات or conditions أو حالات تخليه عرضة لهاي الطفيليات which reduces immune response، يعني راح لأن هذه الأمراض مثلاً عدة هو أصلاً أمراض معينة وحالات معينة تقلل مالتها المناعة immune response. example عليها pregnancy وهاي HIV الحوامل يكونن عرضة، يعني شوف المساحة يتمرضن لأن مناعته تكون أقل ضعيفة. أوكي فلايف ستايل أند أوكيبيشن. أوكيبيشن هذه همتين إنه حياته أوكيبيشن مالته همتين سبب لي. فهنا ذا نجيت من نقاط مال هوست فاكتورز يعني العوامل اللي تخلين الهوست إنه ينصاب بهذا المرض أو ينصاب أكثر من غيره. أما الباراسايت فاكتورز الباراسايت فاكتورز هسه هذه عوامل اللي تخلي باراسايت يصير طفيلي يتطفل على هذا وهذا. اول وحده هي strain of the parasite and adaptation to human host، انه الباراسايت adaptation تتكيف على human host، على من تتكيف اكثر شيء، تمام؟ وعلى الباراسايت لود يعني number of parasites، ما تعتمد لك العوامل مال الباراسايت على النمبر مال الباراسايت، اعداد هذه الباراسايت. السايت اوكوبيد ان ذا بودي المكان اللي تشغله داخل الجسم. ميتابوليك بروسيس اوف ذا باراسايت الميتابوليك بروسيس مال الباراسايت بحد ذاتها particularly the nature of any waste products، يعني الواست برودكتس اللي تنتجها والتوكسينز اللي تنتجها or toxins products by the parasiting during its growth and reproductive، يعني هما تين العوامل من ضمن العوامل انه هي شنو هي السموم اللي تنتجها، شنو هي الواست الفضلات اللي تنتجها خلال الجروث مالتها خلال النمو مالتها والتكاثر، يعني هي مو تنمو تتكاثر
من ضمن العوامل انه اقول شنو هي اللي التوكسينز اللي تفرزها، شنو هي النفايات اللي تفرزها. زين هسه اخر صفحه ونخلص. هاو دو باراسايت كاوز انجري تو ذا هوست، شلون هاي الباراسايت تسبب انجري تو ذا هوست. اول شيء كومبيتيشن فور ذا هوست نيوترينز، يعني كومبيتيشن يصير بالهوست نيوترينز بالمغذيات مالته. باعش راح اسوي اكزامبل عليها دي لاتوم ابسوربز فيتامين بي 12، يعني راح تصلك النيوترينز مال او تعتبر النيوترينز مالتها تاخذها منين؟ من الهوست. باعو شلون؟ دي لاتوم ابسورب فيتامين بي 12 كان كاوس انيميا، ممكن يسبب لك انيميا. دي لاتوم راح تمتصلك فيتامين بي 12 من الدم، فقللت الفيتامين بي 12 بالدم لذلك سببت لك انيميا. تمام. اذر تاب وورمز اللي هنا ديدان الشريطيه، ابسورب لارج اماونت اوف بروتينز، راح تمتصلك لارج اماونت يعني كميات كبيره من البروتينز. اند سكرز وسكريات يوز اوف هوست فلوس، يعني تستخدم سوائل الهوست المضيف مالتها. اذا الكومبت وثالث شيء هي هوك وامز ديدان انجستد فلو انجستد بلاد، انجستد بلاد كان بي يوز تو 250 مال كل داي. اذا هسه ال هاور سايز كاوس انجري تو ذير هوست، شلون تسبب لك الانجر؟ اول شغله ايش راح تسوي؟ راح تسوي كومبيتيشن فور ذا هوست نيوترينز، راح تاخذ من عنده، راح تقوم تمتص من عنده. امتصت اول شيء الدي لاتوم، امتصت لك الفيتامين بي 12 سببت لك انيميا. من هي هذه؟ دي لاتوم. اذر تاب وورمز ايش سوت لك؟ لا هذه امتصت اللارج اموت اوف بروتينز، امتصت لك لارج اموت من بروتينز اند سكرز use of host fluids. تمام. ثالث وحده اللي هي من هي؟ الهوك وورمز الديدان انجست بلاد. تمام. انجست بلاد كان بي اب تو 250. اذا الهاموركس اخذت لك البلاد الدم سحبت من عنده، تقريبا سحبت لك 250 مل لكل يوم. تمام. هذه هي طريقه سوت لك بيها انجري للانسان. تمام. طريقه كومبيتيشن فور ذا هوست نيوترينز. ثاني طريقه اللي هي destruction of host tissue، راح تدمر لك التيشو مال هوست. some enjoy open entry يعني من تدخل، some after established example عليها swimmers itch circaria penetrate and cause inflammation، راح circaria penetrate تخترق وتسبب لك inflammation التهابات. intestinal worms الديدان مال يعني بالانتستين after established cause small lesion، راح تسبب لك small lesion in gut بالgut. possible secondary infection intamuba activity digest epithelial cells in large intestine digest، يعني راح تهضم لك epithelial cells اللي صايرة باللارج انتستين. هذه سوت لك دمرت. ثاني طريقة قلنا شنو هي؟ destruction دمرت التشو اللي هي some injured open entry some after established، بعد ما هي ثبتت روحها سوت لك injury. تمام. swimming example عليها swimmers itch و circaria، راح ذن الثنين swimmers itch و circaria penetrate اخترق لك وسببا inflammation. intestinal worms after establishes، بعد هذه intestinal worms بعد ما ثبتت روحها داخل الانتستين cause small lesion سببت لك lesion صغير in gut بال gut. تمام. possible secondary infection راح يسبب لك شنو؟ secondary infection التهاب ثانوي. عندك همات الإينا انتاموبا اكتيفلي دايجست، هاي راح تهضم الابيثيليال سيلز ان لارج انتستين. اذا الانتاموبا ايش بيها؟ راح تهضم لك تسوي دايجست الابيثيليال سيلز اللي صايره باللارج انتستين. اذا هذا كله تسبب لك ديستركشن بالتشو مال هوست. ثالث نقطه اللي هي تشو تشانس، تغييرات بالتشو راح يسوي لك ميك هاوس سيريوس كونسيكونسز تو هوست، تكون خطيره، تغييرات خطيره بالهوست. هايبربليجيا اللي هي بليجيا، احنا قلنا انه هي زياده بالعدد، هذه حكيناها بالمايكرو ما ادري حتى صرت انسى. لا هذه حكيناها بالباثو اي ثينك. المهم اي بالباثو. اذا الهايبربليجيا شنو هي؟ هي زياده بالعدد التصنيع، يعني قوم تتكاثر يصير بيها بروليفريشن. فهي هاي تشو كان صار بيها بروليفريشن. اكزامبل عليها مثل ايش؟ فاسكولا. اذا الفاسكولا هي هايبربليجيا، شلون سببت لك انجوري بالهوست؟ سوت لك تشو تشانس.
عندك هايبرتروفي هم مالت ينكسر وتضخم او ميتابليجي انه تغير لك انت شلون شكله ميتابليجي قلنا انه تغير له مثلا سكواي ماسا كولونر وهكذا يعني يتغير لك الشكل مال التشو او السيال اذا تشانج اوف تشو سيال تايبس تو انذر تايب تغير الى نوع اخر اكزامبل عليها باراغونيزم باراغونيزم اللي هي لانك فلاك مثل ايش مثل اللانج فلاك اذا باراغونيزم مثل اللانج فلاك هذه نوع من انواع شنو الميتابليجيا عندك نيوبليجيا نيوبليجيا هذا مكسب لك كانسر تيومور لانه قامت تصنع نيوبليجيا يعني تعداد او تكاثر بالخلايا جديد تمام ف growth of cell to form a new structure راح تكون لك new structure هياكل جديدة example عليها tumors يعني سايب لك أورام فهي هاي تشو chance تغييرات تصير مثل سردك serious consequently to house hyperplasia hypertrophy metaplasia neoplasia هذول كلهم تغييرات يسبب لك بسبب شنو التشو chance إذا راح سكت تشو chance حتى يسبب لك شنو injury بيمك بالهوست عندك رابع نوع اللي هو toxins and secretions toxins and secretions يعني سمية وإفرازات. زين some may cause pathogenic response بكي يسبب لك pathogenic استجابة مرضية يعني صار infection جسمك راح يستجيب يصير عنده response لهذا الباثوجينيك اللي اجى حتى يمرض الجسم some may inhibit immune function بعض من عندها ممكن يسبب انه يثبط immune function الوظيفة المناعية جسمك مثل ايش مثل mosquito saliva اذا موسكيتو ساليفا راح يزداد وراح يسوي انهيبيشن للايمون فانكشن ليش لان صار عندك توكسينز اند سيكريشنز يعني راح تنفرز عندك سميه وتزداد السيكريشنز اللي هو مثل ايش مثل موسكيتو ساليفا عندك خامس نوع والاخير بهاي المحاضره ميكانيكال انترفيرنس الي فانتاسيز فيلاريال وورمز بلوكس ليمفاتيك سيستم هذا راح يسوي بلوك في الليمفاتيك سيستم الليمفاتيك سيستم قلنا عليه انه هو نعرفه كلنا اللي هو يجمع لك الفضلات من كل الجسم ويروح يطرحها خارج الجسم يطرحها للدم ويقول الدم يا بطلع لي اياها برا فهو شنو سوى لك بلوك الليمفاتيك سيستم اكيد مشكله هذه مثل ايش مثل الى فيناتيسيا الى فيناتيسز فيلاريال وورمز اذا وورمز يعني ديدان الفيلاريا عندك تاب وورمز اللي هن الديدان الشريطيه اللارج نمبر كان بلوك انتستين اذا عندك ديدان شريطيه باعداد كبيره بالانتستين ممكن تسبب لك بلوك للانتستين عندك بلازموديوم كان كاز ار بي سي يعني خلايا الدم الحمر ممكن يسببها stick together and clot capillaries ممكن يسبب انه هي تقوم تلتصق ويا بعضها البعض وتسد الكابلاريز اذا البلازموديوم شنو يسبب لك يسبب لك خثرة clot capillaries لان شنو لان يخلي الار بي سي stick together يلتصقن وحده ار بي سي وجتها ار بي سي يلتصقن ويا بعضهم البعض سوى لك clot capillaries اما التاب وورمز سوت لك تاب وورمز اذا هن بعدد كبير جاني كلها جمع باللارج انتستين سوى لك بها بلوك سدنها هي صايرون من يعني شو اسمه مالتهن هذا شو سحوله المهم السد هو هذا الفتحه مالتهن تجويف مالتها راح ينسد لان هن هواي سدنا هذا التجويف عندك هاي مني هاي التاب وورمز اذا صارت بالانتستين باللارج انتستين عندك الإليفانتسز اللي هي فيلاريال وورمز بلوك الليمفاتيك سيستم هذا راح يسوي لك بلوك الليمفاتيك سيستم فاحفظ كل وحده الإليفانتسز سوت لك بلوك الليمفاتيك سيستم تاب وورمز سوت لك بلوك انتستين بلازموديوم هو اعتقد هذا بلازموديوم اكثر واحد مهم بيها ما ادري احساس يقول هيك فانه شو يسوي لك يعني يسخ لك الار بي سي بعضهم البعض ويسوي لك كلوج كابلاريز واحسه راح يجي المهم ندري اني كم نوع خمس انواع خلي اعيدها بسرعه فشلون يسبب لك كاوز انجري تو ذير هوست شلون يصير لك الباراسايت يسوي لك انجري بالهوست او واحده عن طريق كومبيتيشن فور ذا هوست نيوتريينز انه يمتص لك الدم يمتص كرات الدم الحمر لا يمتص الدم يمتص البروتينات يمتص السكر يمتص بي 12 يسبب لك انيميا او ممكن يسبب لك ديستركشن بالهوست تشو يدمر لك الهوست تشو ممكن يسبب لك تشو تشانج يعني يغير لك تشو عن طريق هايبربليجيا هايبرتروفي ميتابليجيا نيوبليجيا يسبب لك بعدين تومور ممكن انه توكسينز اند سيكريشنز يعني يفرز لك توكسينز سيكريشنز يعني افرازات تزيد استجابه للباثوجينيك وهذا راح يسوي انهبت الاميون فانكشن اخر شيء هي الميكانيكال انترفيرنس ميكانيكيه مالتها
انه تجمع لك هذا يسبب لك بلوك لينفيتك سيستم. هذه الفاتسز الفانتسز اللي هي تجمع وتسبب لك شنو بلوك لينفيتك سيستمز، او تجمع التاب وورمز باللارج وتسبب لك باللارج انتست تسبب لك بلوك للانتستم، او تجمع البلازموديوم البلازموديوم اللي هو يتسبب تلتصق الار بي سي ويا بعضها البعض يسبب لك كلوج كابلاريز. وخلصت المحاضره الثانيه من الباراسيتولوجي ومع السلامه.